معاون الأمن إضافة حقيقية لمنظومة العمل الشرطي في ضوء إعدادهم وفقا لأعلى المعايير التدريبية داخل معاهد معاون الأمن، بما يؤهلهم للعمل بكافة المواقع الشرطية. من هذا المنطلق صدق السيد محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة للراغبين في الالتحاق بمعاهد معاون الأمن من الذين يجتازون الاختبارات المقررة وفقا لشروط محددة، أعلن عنها مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن ضوابط ومعايير القبول. تفضل السيد محمود توفيق وزير الداخلية بالموافقة على قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها لراغب الالتحاق بمعاهد معاون الأمن من الذكور والإناث الدفعة الثامنة وفقا للقواعد التالية: أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية ألا يقل السن عن 19 عاماً ولا يزيد عن 25 عاماً من تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاون الأمن، أن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، ألا يقل الطول عن 170 سنتي بالنسبة للذكور، بالنسبة للإناث لا يقل الطول عن 160 سنتي، ألا يكون مجنداً بالقوات المسلحة أو ملحقاً بالخدمة بهيئة الشرطة أو بأي من جهات الدولة الأخرى، ألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج. التقدم للالتحاق بمعاهد معاون الأمن من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على الإنترنت خدمات معاون الأمن، بينما تسحب كراسات الالتحاق من مقار معاهد التدريب التابعة لقطاع التدريب، وهي معهد معاون الأمن بطرة ذكور وإناث، معهد معاون الأمن بالبحيرة مدخل وادي النطرون ذكور فقط، معهد معاون الأمن بستة أكتوبر طريق الواحات ذكور، معهد تأهيل الأفراد بسوهاج حي الكوثر ذكور. يتم التقديم من خلال صفحة خدمات معاون الأمن على موقع الإنترنت الخاص بوزارة الداخلية اعتبارا من يوم السبت الموافق 18/2/2023 حتى يوم الأربعاء الموافق 22/3/2023، وتهيب وزارة الداخلية براغب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن عدم التعامل إلا من خلال الموقع الرسمي لوزارة المخصصة لذلك والتواصل مع المعاهد المشار إليها بالإعلان فقط. اجتياز الاختبارات المحددة طبياً ورياضياً وثقافياً شرط أساسي للالتحاق بمعهد معاوني الأمن، حيث الدراسة عام ونصف ما بين النظري والعملي، والذي يؤهلهم عقب ذلك للالتحاق بالعمل الشرطي بكفاءة وانضباط واحترافية.